السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام، يعطيكم العافية. طبعا أول شيء حبينا نشكر كل الشباب اللي تابعتنا والناس اللي تحط تعليقات حلوة، حتى الناس اللي تسألنا عن طريق الواتساب وعن طريق التعليقات. طبعا إحنا الحمد لله أنا بجاوب على كل الأسئلة اللي موجودة، يعني قدر الإمكان إن شاء الله نحاول نعطيكم معلومات عن موضوع الأسواق، على أساس إن شاء الله لو حد فيكم إجا زيارة أو حب إنه يدور في الأسواق والأمور هاي، يعني يحصل الأمر سهل عليه يعني قليلا يعني. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني. فبالنسبه لموضوع اسواق الجمله في دبي، طبعا احنا مثل ما تكلمنا اسواق الجمله في دبي كثيره اللي موجوده، لكن اغلبها بتركز في منطقه نايف، يعني هو المتعارف عليه دائما منطقه نايف هي منطقه الجمله، بس اللي بيجي هيحتاج يلف فيها كثير، يعني يحتاج لف في منطقه نايف لف يعني يكون مركز. يعني بالنسبه لموضوع الجوالات والاكسسوارات والتليفونات اللي هو الحقائب اللي احنا نتكلم عليها الحين، بالنسبة لموضوع الألعاب البلاي ستيشن، طبعا موضوع ألعاب البلاي ستيشن إن شاء الله حننزل عليه فيديو، هو ما عاد السوق مثل الأول، أنا جاي له من فترة يعني يمكن من سنة، المحلات صار عددها أقل يعني حاليا لاحظت الأمر هذا، فعادي يعني إن شاء الله إحنا حاليا حنروح على سوق الحقائب. بالنسبة لسوق الحقائب شباب، أو إحنا نتكلم بموضوع الجملة بشكل عام للناس اللي تحب تشتغل موضوع الجملة، يعني الجملة إحنا ما نتكلم جملة نتكلم مثلا حتى موضوع أجهزة الكمبيوتر ولا الأمور هاي، يعني جملة تتكلم أنت 100 قطعة 500 قطعة 1000 قطعة وأنت طالع. الحين أنا ليش أنا ما أصور مع المحلات وأغلبهم، يعني نحن ما أحب أضيع وقت الناس اللي تشتغل في المحلات، لأنهم طبعا عندهم التزامات وعندهم أمور، فيعني اللي يحب منهم يصور معنا نحن نرضى نشتغل معاه، يعني اللي منهم يكون مشغول نحن ما نحب نشغل الناس، حرام. ليش؟ لأن هذا باب رزق عنهم، يعني الجماعة شغالين فنحن نشغلهم في موضوع التصوير، لكن أنا أحاول أوصلكم يعني المعلومة قدر الإمكان. بالنسبة ل منطقة إذا هنرجع لموضوع الحقائب، الحقائب في دبي لها مركز خاص موجود في منطقة نايف، هذا المركز مختص في الحقائب، حقائب الأطفال، حقائب المدرسية، حقائب الكمبيوتر، كل أنواع الحقائب موجودة في هالمكان هذا. وفي مكان تاني يعني قريب منه نفس الموضوع، يعني حيروح هناك حيشوف المكانين. هذا المحلات مختصة جملة بس شباب، فقط جملة، ما بيبيعوا بالإفرادي. بس في عندهم خيار حلو، أنا من فترة كنت عندهم، ممكن الحقائب اللي موجودة عندهم ممكن يبيعك الدرزن ميكس، يعني 6 حبات من هذا، 5 حبات من هذا، 6 حبات من هذا، بس هم بيشتغلوا جملة شباب، ما بيشتغلوا بالإفرادي أبدا. حتى موضوع أجهزة الكمبيوتر، أنا في ناس كلمتني حاولت موضوع أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر ما اللابتوب يعني ما يبيعوها إلا بالجملة، الجملة تتكلم 100 قطعة 500 قطعة 300 قطعة فقط، ما بيبيعوا بالإفرادي أبدا. إفرادي في لهم محلات برا، إفرادي أنت تتكلم فيه فرقية بين الإفرادي والعادي بجهاز الواحد يمكن 500 درهم ولا 400 درهم. في ناس كلمتني على موضوع مثلا الزيب بوك، الزيب بوك هذا موجود في السوق برا 1800 1900، لكن في الجملة انت ممكن تاخده ب 1100 و 1200 مثال يعني. فبالجملة تتكلم 500 قطعة 200 قطعة 100 قطعة، فشباب اللي يجيب لي واحد ما يرضى المحل يبيع، صعب يعني، هم ما بيشتغلوا بالطريقة هذه. فحاليا حتى موضوع الشنط نفس الموضوع شباب، موضوع الشنط هذه يبيعوا بالجملة، بالجملة فقط، يعني جملة كمية 100 حبة 500 حبة 1000 حبة. إن شاء الله حنطلع الحين نشوف السوق ونشوف اللي موجود هناك، وهحاول أحط لكم أرقام إذا حد من الإخوان إن شاء الله حب يرضى يصور معنا، ممكن إن شاء الله أحط لكم أرقامهم يعني تكون موجودة إن شاء الله. في أي سؤال خبر من شباب، المكان في سوق نايف عند سوق الذهب، يعني خلي سوق الذهب على إيدك اليمين ماشي، مدخل سوق الذهب على ايدك اليمين وبعدين تطلع على اليسار صار هناك المركز، حصور لكم اياه من الخارج شباب. ان شاء الله باذن الله تعالى تستفادوا من الفيديوهات، وفي عندكم اي طلبات ان نحب نصور لكم اماكن ان شاء الله حنعمل فيديو على سوق مرشد ان شاء الله اليومين.
شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، شوفوا الفيديو. تمام شباب، دخلنا هذا المحل اللي اسمه رويال تريدنز عشان نشوف عنده الموجود الحقائب، كل شيء موجود. طبعا استأذننا صاحب المحل انه نصور، كل الانواع موجودين. انت هول سيل صح؟ أيوة. هول سيل كله بالجملة شباب، وهذا رقم تليفونه اللي يحب يتواصل معه. كل انواع الشنط موجودة، كل شيء موجود. اللي حب يسأله على أي شيء يتصل عليه على التليفون. حاليا موسم المدارس جاي، هاي كله ما شاء الله موديلات جميلة كلها، تقريبا نفس البراندات ماخذين بالأشكال والأنواع والكواليتي. ما شاء الله المحل راقي جدا يعني، جميل كله اوكي. كل شيء موجود، اللي حبي يتواصل معاه يتصل عليه عشان يسأل عن الاسعار. شو اسمك سا؟ اسم نيم؟ انت نجيب. نجيب اسمه نجيب. اللي حب هذا رقم تليفونه او على الواتساب يتواصل معاه. تمام شباب.